يبحث الإسماعيلي عن تحقيق أول انتصار للفريق الأصفر بعد سلسلة تعثرات خلال العشر جولات الأولى في بطولة الدوري المصري هذا الموسم 2021-2022. الإسماعيلي سيلتقي مع مصر المقاصة في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 11 ببطولة الدوري الممتاز المصري. وتعاقدت إدارة الإسماعيلي مع حمد إبراهيم المدرب العام السابق لبيراميدز، وبدأ مشواره مع الفريق بهزيمة أمام الجونة، بينما يستعد لمباراته الثانية أمام مصر المقاصة مساء. وتعد مواجهة الإسماعيلي والمقاصة مساء اليوم أشبه بالجريحين، فحال فريق الفيومي لا يختلف كثيرا على حال الدراويش. المقاصة يحتل المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط فقط، حقق فوز وحيد على الجونة في الجولة الثانية بنتيجة 2-0 وتعادل سلبيا في 5 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 4 لقاءات أخرى. وفوز الإسماعيلي في مباراة اليوم سيرفع رصيده إلى النقطة 6 ليتساوى مع إيسترن كامباني صاحب المركز 17، لكن في الوقت ذاته لم يبتعد عن منطقة الهبوط.